إن حدث وزرت أحد مطاعم مدينة راولبندي الباكستانية فلا تتفاجأ إن قدم لك الممثل بيتر دينكليج طبقا من الطعام المحلي. الواقع أنه النادي الأراوذي خان الذي حقق شهرة كبيرة بسبب الشبه القريب. في البداية بدأوا يطلقون علي اسم بيتر دينكليج، وبعد ذلك رأيت أعماله وتدريجيا أصبحت مشهورا. ولا يقتصر الشبه على ملامح الوجه فقط، لكن كلا من الرجلين يبلغ طوله أيضا مترا وخمسا وثلاثين سنتيمترا. أحلام الشاب القروي باتت معلقة بالشاشة والنجومية. أمنيتي هي العمل في الأفلام، وأريد أن أشارك في فيلم مع بيتر. بفضل شهرته الجديدة بات روذي يتمتع بثقة في النفس ويأمل أن يجد فتاة أحلامه قبل بداية شهر رمضان.